بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. راح نتحدث في هذا الفيديو عن طريقة التعامل مع الأعداد المركبة الكومبلكس نمبر باستخدام الآلة الحاسبة، وهذه الآلة الحاسبة الكاسيو اللي هي FX991ES+، وهي إحدى الآلات التي تستطيع التعامل مع الأعداد المركبة. في البداية أسهل طريقة في التعامل بغض النظر عن الطريقة السابقة اللي تم دراستها، اللي هي عن طريق التحويل ما بين الصيغة التعمودية والقطبية عن طريق اللي هو أمر شيفت وبلس للتحويل القطبي، أو شيفت وماينس للتحويل التعامدي. لكن في طريقة أخرى أسهل وأكثر سلاسة. في البداية لازم يكون عندي الآلة، الحرف اللي هنا موجود في الآلة اللي هو دي، يدل على الدجري اللي هو الدرجة، لابد ما يكون إلا دي، لا يكون راديان. والخطوة الثانية لو ضغطنا على مود راح تجيني عدة خيارات، اختار الخيار 2 اللي هو كومبلكس، راح تجيني هنا كلمة كومبلكس كما هي واضحة في الشاشة. استطيع الآن كتابة العدد المركب مباشرة، سواء مثلا 5 زائد 2i. لاحظ ان هنا كتبت العدد قبل الحرف الاي اللي هو مقصود فيه جي، وراح نذكر السبب. لاحظ انه حول لي اياه بالصيغة القطبية، لكن وضع هنا جذر، استطيع اني احوله بصيغة لانه اخرج لي اياه بصيغة اللي هي تعتبر بدون كسور أو بدون فواصل أو بدون فاصلة عشرية، فعشان كذا أخرج لي بالصيغة هذه. لو أبغى أخرجه بالصيغة اللي هي المعتادة راح تكون بهذا الشكل، أضغط على SD فراح يطلع معايا 5.38 أو الزاوية 21.8 اللي هو تحويل العدد 5 زائد 2i. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة. على سبيل المثال بكتب المتجه، نقول 3 ناقص J 5، و B اللي هو مثلا 5 والزاوية 20، و D مثلا J 10. فكيف أكتبها بهذه الصيغة؟ أولا أستطيع أن أكتبها مباشرة إذا كنت ضابط الآلة الحاسبة على الكومبلكس وعندي الدي هنا، أستطيع مباشرة إدخال هذا المتجه. مثلا أقول 3 ناقص، ما أستطيع أو لا يمكن بآلات الكاسي نكتب جي أو آي 5. لو كتبت آي 5 إيش راح يصير؟ الآي هنا فوق الـ NG، لو ضغطت هذا راح يجيني آي، وكتبت 5 راح يديني إيرور، راح يديني إيرور، وهذا بسبب إنه الآلة ما تقبل إنه يكون الجي أو الآي اللي هو موجود هنا قبل العدد، فلازم أكتب 5i. أقول 3 ناقص 5i. لاحظ إنه تم تحويلها لي بالصيغة القطبية. عشان أتخلص من هذا الجذر أضغط SD عشان يحولها إلى رقم فيه فواصل، فأضغط SD حولها لي 5.83 والزاوية سالب 5 أو 59.03، اللي هو حول هذه الصيغة بالصيغة التعامدية. طيب لو حبيت أحولها من الصيغة القطبية إلى الصيغة التعامدية، رجعي الصيغة التعامدية باختصار، أضغط على شيفت 2 كومبلكس أعطاني 3 و4. إذا أبغاه بصيغة قطبية أختار 3، إذا أبغاه بصيغة تعامدية أختار 4، فأنا أضغط 4 يساوي رجعها لي الصيغة الأساسية اللي هي 3 ناقص J 5، كتب لي 3 ناقص 5i. طيب هذه الصيغة قطبية، كيف أكتبها؟ لو كتبتها مباشرة كتبت 5 والزاوية فين عندي؟ هنا الزاوية فوق السالف، أضغط شيفت باللون الأصفر، زاوية 20، فلاحظ أنه سجلها لي بنفس الصيغة. طب أنا ما أبغاها بالصيغة هذه، أبغى أحولها إلى صيغة تعامدية، فنفس الشيء شيفت 2 أبغاها بالصيغة أنا التعامدية، فأضغط على 4 يساوي، حولها الآن لي بالصيغة اللي هي
تعامدية 4.6، أقدر أقول إنه هذه تساوي 4.698. نروح على اليمين 1.71، ولا أنسى إنه في الآي في الأخير اللي هو جي، فأنا لما أجي أكتب أقول زايد جي 1.71. أوكي، طيب لو تلاحظون إنه جميع الصيغ والنواتج أعطاني إياها بالصيغة القطبية، راح نتحدث عنها، بس خلينا نطبق المثال الأخير اللي هو الصيغة التعامدية هذه. فنكتب، لو بنكتب هذه نكتب 10 I تساوي، أعطاني إياها بالصيغة القطبية. تلاحظون إنه دائما يعطيني الصيغة القطبية، هل هو دائما كذا بالآلة؟ لا، أستطيع إني أغيره، خليه دائما يعطيني الصيغة التعامدية، لكن الأفضل إنها تكون دائما بالصيغة القطبية، يعني الناتج دائما بالصيغة التعامدية. وإذا خليته بالصيغة بالصيغة القطبية، وإذا خليته بالصيغة التعامدية مو خطأ، لكن المفضل يعني إنه يكون بالصيغة القطبية. طيب كيف أحول إنه يظهر لي الناتج دائما بالصيغة التعامدية حتى لو كتبته بالصيغة القطبية؟ باختصار شيفت، أضغط هذا الزر، أنزل تحت رقم 3 كومبلكس، يقول لي الآن تبغاه هل هو دائما بالصيغة التعامدية أو دائما بالصيغة القطبية؟ لو قلت له دائما أبغاه بالصيغة التعامدية راح أشوف هل يضبط معانا ولا لا. شوف هنا هذه، أكتب هذه 5 شيفت زاوية، كي الزاوية اللي زي علامة أكبر 20، لاحظ أعطاني إياها مباشرة بالصيغة التعامدية. الآن أكتب أي رقم، 5 زايد آي 5 مثلا، أعطاني إياها بالصيغة، عفوا 5 زايد 5 آي لأني كتبت الآي قبل العدد، أعطاني إياها بالصيغة التعامدية. كتبت 80 والزاوية 90، راح يديني قطعا جي أو 80 آي، لاحظ 80 آي 80 آي. طيب إيش الفائدة من هذه كلها؟ الفائدة إنه لو جيتك وطلبت منك مثلا تقسم لي هذه A على B، أو تضرب لي، قلت لك مثلا سوي لي العملية هذه A أوكي كمتجه كروس ضرب B، لاحظ هذا بصيغة وهذا بصيغة. أوكي، بالآلة الحاسبة أستطيع إني أضربها مباشرة ببعض، فأقول الـ A، أحط أفتح قوس، دائما الأقواس الأفضل لي عشان أحفظ القيم أو المركبات، هذا مركبة الآن فأحفظها، وأقول أفتح قوس 3 ناقص 5 I عفوا I، أقفل القوس ضرب هذه، لاحظ صيغتها إيش؟ هي صيغة قطبية، فأفتح قوس ثاني أقول 5 والزاوية 20، أقفل القوس، راح أطرح كذا يعطيني إياها بالصيغة التعامدية، ما أبغاها بالصيغة التعامدية، أبغاها بالقطبية، فأضغط شيفت 2 حولها لي بالصيغة القطبية يساوي، أعطاني إياها بالصيغة القطبية، ما أبغاها بالشكل هذه اس دي، خلاص أعطاني إياها، يعني A ضرب B مباشرة أعطاني الحل 29.15 والزاوية سالب 39.036، يعني 4 لو قربتها درجة. عشان كذا يمكن نقول لكم لازم الدي تكون موجودة. طيب ما عجبتني الصيغة القطبية، أبغاها دائما تطلع بالصيغة القطبية، أوكي شيفت سيت أب، أنزل تحت 3 وأروح أبغى 2 دائما تطلع لي بالصيغة القطبية، فكذا تكون بالشكل هذا. نقطة أخرى، إذا حبيت مثلا هذا عملية ضرب، حبيت أجمع أسوي عملية جمع ما بين البي والدي، لاحظ هذه صيغة قطبية وهذه صيغة تعامدية، أحبيت أجمعهم. أوكي، لو أبغى أستخدم الطريقة التقليدية لازم أحول هذه إلى قطب تعامدي، وبعدين تجي تعامدي مع هذه وأستطيع أني أجمعها، لا بالآلة الحاسبة مباشرة، بس بشرط الكومبلكس كما ذكرنا سابقا. فأقول B زايد D كي كم، افتح قوس 5 شيفت زاوية، عفوا شيفت، انا الغيتها، لاحظ اني دخلت قبل والغيتها، فيرجع الكومبلكس
كومبلكس عشان تيجي العلامة كومبلكس. أقول كيف عرفت؟ لأنه قاعد أختار الآي وأختار الزاوية مراضي مش مفعل، فبالتالي ما فعلته، فرجعت وفعلته ثاني مرة. وهذه مهمة جدا، لازم تتعود على الآلة عشان لا صادفتك أخطاء زي كذا تعرف كيف تتعامل معها. فما في إشكالية. بي زي ما قلنا 5 والزاوية 20 زائد دي، نقول زائد افتح قوس 10، ما نقدر نقول اي 10، نقول 10 اي. اوكي كم الناتج؟ اعطاني اياها بالصيغه القطبيه 12.6 2 6 8 68.1 3 7 يعني 1 4 بالتالي بهذا الشكل.